بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في لقاء اليوم. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير أواخر سورة ياسين في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العظيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة ياسين يرد الله سبحانه وتعالى على المنكرين للبعث الذين يرونه من المستحيل، وأن الله لا يبعث من في القبور لأنهم صاروا رميما وصاروا عظاما نخرة، صاروا ترابا، فهم ينكرون البعث لأنه لم يدخل عقولهم، ورأوا أنه يستحيل على الله أن يبعث التراب والرميم والعظام النخرة أن يبعثها حية كما كانت في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول: أولم ير الإنسان، هذا الذي ينكر البعث، ألم ير أي ألم يعلم أنا خلقناه من نطفة، والنطفة هي المني، وفي الآية الأخرى من ماء مهين يعني ضعيف. فالذي خلق الإنسان من النطفة ومن الماء المهين وسواه قويا، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فبعد أن خلقه الله من ضعف وهو ضعيف في بدايته ثم يقوى ويصير قويا في لسانه وفي كلامه وفي جسمه وفي تصرفاته، كما في قوله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. فالله جل وعلا أقام البرهان على هذا الإنسان الكافر الذي ينكر البعث ويعجز الله سبحانه وتعالى. فيقول:
من يحيي العظام وهي رميم؟ هذا استنكار، وأن الله لا يقدر على إحياء العظام بعد أن صارت رميما متناثرة نخرة. أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة. أإنا لمردودون في الحافرة؟ أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا تلك إذن كرة خاسرة. هذه مقالة الكفار والملاحدة الذين لا يقدرون الله حق قدره ويعجزونه أن يحيي العظام وهي رميم، ويقولون من يحيي العظام وهي رميم، أي لا أحد عندهم يقدر على ذلك. أجابهم الله جل وعلا بقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالذي أنشأها أول مرة من الماء المهين قادر على أن يحييها بعد موتها من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله جل وعلا عليم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. والله جل وعلا لا يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء أو ينسى سبحانه وتعالى. الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعلم ويقدر ويخلق سبحانه وتعالى. ثم قال برهانا آخر، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فالنار تخرج من الشجر الأخضر، من شجر المرخ والعفار كما يقولون، يستخرج منها هذه النار المحرقة، نار محرقة تخرج من شجر أخضر. فالله الذي قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر ألا يقدر على خلق الإنسان وإعادته مرة ثانية؟ ثم قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض، والله جل وعلا في الآية الأخرى يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الذي قادر على خلق السماوات والأرض على سعتهما قوتهما وسعتهما ألا يقدر على خلق هذا الإنسان وإعادته مرة ثانية؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، أن يعيدهم كما كانوا أول مرة؟ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فالذي قدر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى، والذي قدر على خلق الأجسام العظيمة القوية السماوات والأرض ألا يقدر على إعادة هذا الإنسان الضعيف؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ثم أجاب سبحانه بلى، بلى وهو الخلاق العليم، بلى هو قادر سبحانه وتعالى. وهو الخلاق صيغة مبالغة من الخلق والقدرة، العليم بخلقه وما تحلل من أجسام عباده فيعيدها مرة ثانية. يأمر الملك فينادي أيتها اللحوم المتمزقة والعظام المتفرقة والشعور والعظام النخرة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء. فتجتمع الأجسام وتلتئم وتقوم كما كانت، ثم نفخ فيه أخرى
فإذا هم قيام ينظرون كما كانوا في أول مرة. فإذا تكامل بناء أجسامهم ولم ينقص منها شيء أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فطارت كل روح من هذا القرن، طارت كل روح إلى جسمها فدبت فيهم الحياة ومشوا إلى المحشر بقدرة الله سبحانه وتعالى، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر. بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كلمة واحدة يقول للشيء كن فيكون، كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال منزها نفسه عن العجز وعن النقص وعن ما وصفه به هؤلاء الملاحدة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. هذا تنزيه لله، والتسبيح معناه التنزيه. فسبحان الذي بيده، أي في ملكه وإحاطته وقدرته، ملكوت كل شيء، يملك الأشياء كلها ولا يعجزه شيء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، إليه ترجعون يوم القيامة وتردون إليه، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه الآيات في تقرير البعث والرد على من أنكره وإقامة البراهين القاطعة عليه. نعم، جزاكم الله خير. نذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج والذي سيظهر على الشاشة قريبا، 011، هذا المفتاح 80 88 3 أصفار، 80 88 3 أصفار، لمن أراد الاتصال بفضيلة الشيخ صالح. شيخ صالح، كيف تصبح العادة عبادة؟ نعم، إذا عود الإنسان نفسه عليها واحتسب النية الصالحة فيها تحولت إلى عبادة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى مثلا بنومه في الليل القوة على قيام آخر الليل وصلاة الفجر، صار نومه عبادة. الصائم إذا نام وقت النهار ليتقوى على الصيام، صار نومه عبادة. الطعام والشراب، إذا أكل الإنسان وشرب في الفجر عند طلوع الفجر ناويا الصيام، صار أكله وشربه عبادة لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بالبركة في السحور؟ البركة على ظاهرها، البركة ثبوت الخير ودوامه، فالسحور فيه بركة، بمعنى أنه يقوي الجسم على الصيام ويستمر إلى الليل لا يأكل، يعطيه الله هذه القوة بسبب السحور الذي أكله، يقوي بدنه ويقوي جسمه ويستغني به عن الأكل طول النهار. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ نعم، الحديث الضعيف يؤخذ به في الترغيب والترهيب، بشرط أن لا يجزم في نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال ورد كذا، روي كذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجزم بذلك، وإنما يأتي بصيغة التمريض، وبشرط أن لا يكون هذا الحديث ضعيفا شديد الضعف، لا يكون شديد الضعف
أو يعلم أنه موضوع. إذا علم أنه موضوع مكذوب فلا يجوز العمل به ولا روايته. نعم. نذكر أيضا السادة المشاهدين بأن يكون الاتصال عبر الهاتف، وأن يكون المتصل بعيدا عن جهاز التلفزيون حتى لا يكون هناك تردد بيننا وبين المتصل. معنا أبو محمد من حائل، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. حياك الله يا شيخ صالح. سؤالي الأول بتوضيح المسألة صلاة المسبوق إذا لم يتابع الإمام، لأني سمعت أنها تنقلب نفلا. هذا السؤال الأول. لحظة يجاوب الشيخ علي، لحظة. نعم، ذكر الفقهاء أن المسبوق إذا قام قبل سلام الإمام التسليمة الثانية أن صلاته تنقلب إلى نافلة، كما ذكره في شرح الزاد، وذلك لأن متابعة الإمام واجبة وقد فارقه من غير عذر، فارقه قبل أن يسلم من غير عذر، فتتحول صلاته إلى نافلة لأن النافلة يكفي فيها تسليمة واحدة. نعم. السؤال الثاني أبو محمد. السؤال الثاني، يلاحظ البعض يا شيخ صالح بصلاة المغرب المسبوق بركعة يأتي بالركعتين وراء بعض، يعني بدون ما يتشهد التشهد الأول. يا أخي يسقط عنه التشهد الأول، يسقط عنه التشهد الأول، لأنه يتابع الإمام، يتابع الإمام، يجب عليه متابعة الإمام ويسقط عنه التشهد الأول. نعم. أنا قصدي يا شيخ أنه إذا أتى بالركعتين الثانية أنه ما يتشهد بينهم، يجيبهم سوا. كيف يا أخي؟ المسبوق إذا أدرك ركعة، اصبر، إذا أدرك ركعة واحدة أو مسبوق بركعة واحدة؟ لا، مسبوق بركعة واحدة، هو مسبوق بركعة واحدة. المهم أنه يتابع الإمام يا أخي، المهم أنه يتابع الإمام، وإذا جلس الإمام للتشهد الأخير يجلس معه حتى إذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه، ما أدركه هو أول صلاته، وما يأتي به بعد إمامه فهو آخر صلاته. طيب. هذا الذي يلزمك يا أخي. شكرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما حكم من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوح، هل يعيد الصلوات التي تركها يا فضيلة الشيخ أم تسقط عنه؟ من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر بذلك، فإذا تاب إلى الله دخل في الإسلام من جديد عند المحققين من أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم لا يقضي ما فات، لأنه تركها متعمدا. أما لو تركها ناسيا أو نام عنها فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها أو استيقظ، لا كفارة لها إلا ذلك، لأنه معذور. أما من تركها متعمدا فهو غير معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة متعمدا خرج من الإسلام على قول المحققين من أهل العلم، والجمهور على أنه لا يكفر مثل الناس والنائم، هو يقضي ما تركه في بعد توبته، ولكن القول الصحيح هو الأول. نعم. وبالنسبة للصلوات، أما الصيام إذا تركه وهو يصلي ما ترك الصلاة محافظ على الصلاة ولكنه ترك الصيام متعمدا، فهذا يجب عليه القضاء، يجب عليه التوبة ويجب عليه القضاء. نعم. عادل من الدمام، تفضل يا عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. عندي ثلاثة أسئلة سمعت يا فضيلة الشيخ. السؤال الأول قضية صندوق التنمية العقارية، الآن تأتي أرقام، فالبعض يريد أن يبيع هذا الرقم بمبلغ معين، مثلا الآن المبلغ 500 ألف
يبيع لشخص آخر ب100,000 حتى يأخذ الرقم، هل هذا العمل يجوز؟ طيب يجاوب الشيخ. لا يجوز بيع الدراهم بدراهم أقل منها أو أكثر، لأن هذا ربا ولا يجوز له ذلك. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني بارك الله فيك، الآن هل لما تكون الوالدة تعبانة ونريد أن الذهاب بها المستشفى وهي ترفض لك، هل إذا أخذناها بغير رضاها يكون هذا من العقوق؟ لأن عدم ذهابها للمستشفى قد يترتب عليها ضرر يا شيخ. يا أخي إذا كان معها عقلها وفكرها فإنها لا تجبر على العلاج، فإذا رفضت العلاج فإنها لا تجبر عليه لأنها عاقلة وتعرف أمورها فلا تجبر على العلاج، لأن العلاج ليس واجبا، العلاج ليس واجبا، التداوي ليس واجبا، فإذا تركته أو رفضته فلها ذلك. أما إذا كان ليس عندها فكر، ليس عندها عقل ولا تعرف مصالحها فإنها لا ينظر إلى امتناعها، لأن وليها يقوم مقامها وينظر في مصلحتها. نعم. السؤال الثالث. السؤال، متى يكون الرجل معذورا بالجهل في الأمور العقدية؟ الأمور الظاهرة مثل الشرك ومثل الكفر ومثل الربا والزنا وشرب الخمر، هذه أمور ظاهرة، من بلغه القرآن قامت عليه الحجة وزال جهله بها لأنها واضحة. أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح هذه يعذر فيها بالجهل حتى يبين له ويوضح له ذلك. نعم. شكرا للمتصل، وما زلنا معكم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ العلامة الصالح الفوزان. شيخ صالح، هل يجب على الزوج نفقة الزوجة، زوجة هذا الرجل، أم ذلك من البر والإحسان؟ لا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، الواجب العكس، أن الزوج ينفق على زوجته ولو كانت غنية، هذا من حقها عليه، النفقة والكسوة والسكنة والمبيت هذه واجبة على الزوج لزوجته. نعم. نأخذ أبو فهد من الرياض معنا على الخط، تفضل أبو فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أكلم الشيخ لو سمحت. تفضل. يا شيخ، أنا اقترضت مبلغ من المال من أحد الأشخاص وتوفر عندي المال ولا عفت فيها تقصير مني يعني، والآن سافر الشخص ولا أعلم له مكان ولا يعني، وش أسوي بالمال؟ هل أتصدق عنه؟ يا أخي تحفظ المال عندك أو تكتبه في ذمتك، فإذا جاء تدفع إليه ماله، وإذا أيست من مجيئه يعني انتظرته ولم يأتي وأيست من مجيئه فتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، فإذا جاء تخبره، فإن أجازت الصدقة فالأجر له ويمضي صدقة، وإذا طالبك بماله تدفعه له. نعم. ويكون الأجر طيب لك أنت بالصدقة. طيب يا شيخ، الزكاة هل يجوز إخراجها على فترات يعني أو مرة واحدة؟ الزكاة إذا وجبت يجب إخراجها جميعا، إلا إذا كنت لا تقدر على ذلك فيجوز أن تؤخر ما لا تقدر عليه حتى تقدر، لكن يبقى دينا في ذمتك لله عز وجل، لا بد أن تخرجه إذا قدرت على ذلك. نعم. يجوز على إخواني يا شيخ؟ نعم. الفقراء إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة فلا مانع، بل هم أولى من غيرهم، الأقربون أولى بالمعروف. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى. يقول: هل القراءة المذكورة في الآية متعلقة بصلاة النافلة؟ نعم، المراد قيام الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله بقيام الليل: يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، فكان يقوم صلى الله عليه وسلم
معظم الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام. وكذلك بعض أصحابه أو كثير من أصحابه يقومون يقتدون به ويطيلون القيام، فالله خفف عنهم فقال فاقرأوا ما تيسر منه، خفف عنهم أن يقوموا ما تيسر من القيام ويقرأوا فيه ما تيسر من القرآن. نعم. طيب ناخذ أبو بندر من الدوادمي، تفضل أبو بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك ويرعاك. تفضل. دخلت مع جماعة في صلاة العصر وصلاة الشهادة الأول، أجيب في ركعتين أخيرات ولا أتمحل؟ التشهد الأول يسقط عنك إذا لم تدركه يسقط عنك. نعم. طيب شيخ صالح حفظكم الله، حال المأموم كيف يكون حال المأموم عند زيادة الإمام بركعات؟ إذا علم أنها زائدة لا يجوز له أن يتابعه، بل يجلس، إن شاء سلم يأتي بالتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر وسلم مع الإمام. نعم. له فقرة أخرى عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى وآخرون مرجون لأمر الله، ما المقصود بالإرجاء هنا؟ التأخير، أخر الله أمرهم، هذا من المتخلفين عن غزوة تبوك. الله أرجى أمرهم حتى أنهم ندموا وتابوا إلى الله عز وجل فتاب الله عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هل قيام الثلث الأخير أفضل مع توضيح الساعة التي يكون فيها الثلث الأخير، وخصوصا يقول بين الشتاء والصيف؟ يا أخي احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، احسب كم من ساعة واقسمه على ثلاثة، كل قسم من هذه الثلاثة هو ثلث الليل الأول، ثلث الليل الأوسط، ثلث الليل الأخير. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ صالح يقول ما المراد بالإيمان وما تعريفه وما ضابطه، وهل كل شخص نقول بأنه مؤمن، وما الفرق بينه وبين الإسلام؟ الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهذا التعريف مأخوذ من أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. بقية السؤال والفرق بينه وبين الإسلام. نعم. أن الإيمان يكون في القلب، وأما الإسلام فيكون علانية يظهر على الجوارح. أركان الإسلام خمسة: الشهادتان، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أما الإيمان فهو أركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولا بد من الإسلام والإيمان، لا بد أن يأتي بالإسلام والإيمان، يأتي بالإسلام في الأعمال الظاهرة وبالإيمان في العقيدة والأمور الباطنة، لا بد من اجتماعهما. نعم. جزاكم الله خير. أبو فيصل معنا على الخط، تفضل أبو فيصل من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ صالح نسأل الله تعالى أن يسددك في القول والعمل. آمين آمين. جزاك الله خير. آمين. في ارتداد. أبو فيصل لو سمحت إذا كنت ابعد عن التلفزيون، لأن في تردد بينك وبين الشيخ. طيب اقصر التلفزيون شوي، اقصره. لا بعيد عنه، بس هو المكبر. طيب اسمعنا من الهاتف يا شيخ، تفضل. السؤال الأول يتعلق بالوظيفة لأحد الأبناء بأحد البنوك المحلية السعودية التي لا نعلم شيئا عن تعاملاتها، يعني لا نعلم شيئا، هل فيها شيئا من الربا، هل مختلط، هل كذا، لا نعلم، فما رأي فضيلتكم؟ يا أخي المعروف عن البنوك أنها تتعامل بالربا، هذا شيء معروف عن البنوك، فإذا عرفت بنكا ليس فيه ربا فأخبرنا عنه،
المعروف والمشتهر أن البنوك تتعامل بالربا، والمسلم يتجنب العمل فيها، لأنه إذا عمل فيها يكون متعاونا معهم على الإثم والعدوان. الله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب والشاهدان ما أكل الربا، ولكن أعان عليه بالكتابة والشهادة، فاشتركوا في اللعنة مع الآكل والموكل. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم إخبار أحد الزوجين، إخبار أحدهم بإصابته بمرض خطير؟ ما يلزم هذا، ما يلزم الإخبار بذلك، لأن هذا قضاء الله وقدر، وقد يبرأ بإذن الله. نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت البرنامج يسأل عن حكم زيادة فعل كثير من غير جنس الصلاة كالمشي أو فتح باب. يا شيخ، الحاجة، الحركة اليسيرة لحاجة لا بأس بها، كفتح الباب، كان صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة، وهذه حركات يسيرة ولحاجة أيضا. أما إذا كان الحركات والمشي لغير حاجة، إذا توالى يبطل الصلاة. نعم. طيب، نأخذ أبو خالد من الرياض. تفضل يا أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، وعليكم السلام. عندي سؤال واحد، واحد توفي وخلف أمه وأبوه وأخوانه الأشقاء والأب، ما نصيب الأم والأب؟ بس هذا اللي أسأل عنه. والله يا أخي، هذا يحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة لإخراج حجة، لإخراج حصر إرث في ذلك عند القاضي، لأن يؤتى بالشهود على من تركهم الميت، فالقاضي يخرج صك حصر الإرث ويقسم الميراث على حسب حصر الإرث في الصك هذا. نعم. طيب، أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج: متمتع لم يجد الهدي، فصام 3 أيام في الحج ولم يصم 7 الباقية، ومضى على ذلك سنوات عديدة. هو باق في ذمته، يصوم 7 الباقية ولو مضى عليه سنوات، لأنه دين في ذمته باقي. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة يا شيخ: شخص يحلق شعر رأسه للعمرة في بلده، فما حكم هذه العمرة يا فضيلة الشيخ؟ يعني بعد العمرة يحلق رأسه في بلده؟ نعم يا شيخ. لا بأس بذلك، الحلق يجوز في كل مكان. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، من لكن لا يلبس، لكن لا يلبس ثيابه حتى يحلق أو يقصر رأسه في أي مكان. نعم. تفضل يا أمجد من أبها. تفضل يا أمجد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام. كيف الحال؟ تفضل. بعض الدكاترة عندنا في الجامعة يحطون الاختبار وقت الصلاة حتى في كلية الشريعة، إيش العمل في هذه الحالة؟ العمل راجع مدير الكلية بأن يجعل وقتا للصلاة، فرصة للصلاة، راجعوا في هذا، يجب عليكم هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للتمسح بالكعبة أو بجدار الكعبة، يقول: ما حكمه؟ لا يمسح من الكعبة إلا الركن اليماني، الحجر الأسود، مع تقبيله إن أمكن، وبقية الأركان وجدران الكعبة لا تمسح، ما ورد هذا. الواجب الطواف بالكعبة والصلاة إليها، هذا الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: يا شيخ، من عادتنا عند وفاة قريب لنا نقوم بإطعام الطعام لأهل المتوفى، فما رأيكم بذلك؟ هذا سنة، إذا صنع لأهل الميت طعام يكفيهم، فإن هذا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة،
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. نعم. أبو محمد أيضا معنا على الخط، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا شيخ، هناك من يصلي الوتر 11 ركعة، 8 ركعات بعد الصلاة مباشرة، والركعتان والركعة الوتر يصليها قبل الفجر، هل هذا العمل صحيح؟ لا، ما هو مناسب. هذا الوتر يكون في آخر الصلاة، في آخر صلاة الليل مرتبطا بها، يكون في آخر صلاة الليل مرتبطا بها، ولا يفصل بينهما بوقت طويل. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم. له سؤال ثاني. تقويم الأسنان يا شيخ. إذا كان للعلاج إذا كان للعلاج وإزالة التشويه فلا بأس به. نعم. طيب، شكرا لك يا أبو محمد. من الأسئلة التي وردت البرنامج يا شيخ صالح، يقول هذا السائل: لنا جار منذ سنوات وهو في غيبوبة، وهو رجل صالح أحسبه كذلك، وبالنسبة يا شيخ لزيارته في المستشفى هو لا يدري عن زيارته أي شخص له، فما حكم هذه الزيارة؟ هذه الزيارة طيبة، ولو كان لا يشعر بكم، لأنكم تطمئنون عليه وتسألون من عنده، تطيبون خواطر أهله. زيارة المريض ولو كان ما عنده شعور فيها أجر وفيها ثواب عظيم. نعم. طيب، ناخذ منصور من الطائف، تفضل أخي منصور. مستور، تفضل يا مستور. عليكم. عليكم السلام. والسلام. عندي سؤال لفضيلة الشيخ صالح. عندي ولد جاء عليه حادث سيارة، صدم. نعم. واحد وتوفي، وانتهى يعني موضوعه وكل شيء بالنسبة للدية وكل شيء، الحق الخاص والعام وكل شيء، والصيام أمه صامت عنه دلحين شهر وعشر أيام، فهل يجوز؟ لأنه سألت قبل عايد يصوم عنه. اي، لكن تكمل وتتابع الصيام، ما تقطع الصيام، بل تتابعه حتى ينتهي، شهرين متتابعين 60 يوما، لا تقطع الصيام، تواصله حتى تكمله. نعم. فضيلة الشيخ، هذا مصري مقيم بالرياض، يقول: من حج مفردا وسعى بعد طواف القدوم، فهل عليه سعي بعد طواف الإفاضة؟ إذا سعى بعد طواف القدوم وهو مفرد فليس عليه إعادة السعي، يكفي عليه سعي واحد، يخير إن شاء أتى به بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره بعد طواف الحج. نعم. محمد من الرياض، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول: أدينا عمره وكان معنا واحد صف الثالث متوسط، كان لابس تحت الإحرام سروال داخلي، هل على شيء سواء بقصد أو بدون قصد لابسه؟ إذا كان متعمدا ولا حاجة إلى لبس هذا الشيء فإن عليه الفدية، خير فيها بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة كيلو نصف، وذبح شاة، أو صيام 3 أيام، يخير بين هذه الأمور. أما إذا كان ناسيا للسروال تحت الإزار، ناسيه ما تعمد لبسه، فليس عليه شيء، لكن يجب عليه المبادرة إذا علم، المبادرة بخلعه. نعم. طيب، السؤال الثاني يا شيخ: الجروب اللي في الواتساب لو قمت فيه أنا وجمعت مثلا مجموعة من أقربائي، يجمع أهاليهم أباهم مع أولادهم سواء الأولاد أو البنات، فأجمع بين الجميع، يعني هل هذا فيه فتنة، أو أنه ما يجوز أني أجمع مثلا بين أولاد الأخ وأخوات مثلا الأخ الثاني، هذا شيء فيه فتنة إذا كان فيه جروب والجميع يطلع عليه من ناحية الكلام، وكل كلامنا هادف يعني؟ ما فهمت السؤال يا أخي، أعيد السؤال.
أقول طال عمرك إحنا معنا جروب في الجوالات في الواتساب، برنامج الواتساب يجمع بين الأقرباء سواء الأولاد أو البنات، فيجمع بينهم كلهم. هل الجروب هذا يكون فيه فتنة خاصة إذا جمع مثلا بنت شخص مع ولد شخص مثلا مع ولد عمها مثلا في جروب واحد ويجمع أهاليهم جميعا، يعني هل هذا فيه شيء؟ قطع الصوت. أو أن المفروض يعني إذا الأولاد حالهم والبنات. إذا كان فيه صور ينظرون إليها فهذا لا يجوز، لا يجوز النظر إلى الصور. نعم، أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا يسأل عن حكم الشرع في نظركم في تلاوة القرآن بصورة جماعية بعد صلاة الصبح والمغرب مع توضيح المسألة بالدليل مأجورين. هذا لا أصل له، والقراءة الجماعية لا أصل لها، وكل يقرأ لنفسه بدون أن يرتبط بالآخر. وكذلك حتى لو قرأ القرآن بعد الصلاة مباشرة هذا أيضا لا أصل له، الواجب الذكر بعد الصلاة، الاستغفار والتهليلات والتكبير والتسبيح والتهليل، هذا هو الواجب. وأما قراءة القرآن لها وقت آخر ما يتابعها مباشرة بعد أداء الفريضة. نعم، تفضل يا أبو محمد من مكة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. يا سعادة الشيخ، أنا أغسل كلى، بس هل يجوز الصلاة وقت أثناء غسيل الكلى ولا لا يجوز؟ أثناء العملية ما تمكن من الصلاة، لكن إذا كان بداية التغسيل بعد دخول وقت الصلاة الأولى فإنك تصلي الصلاة الأولى وتجمع إليها الصلاة القادمة. إذا كان يستمر التغسيل إلى خروج الوقت تجمع بين الصلاتين جمع تقديم. وأما إذا دخلت الغسيل ووجبت عليك الصلاة الأولى وأنت في الغسيل تؤخرها وتجمعها مع الثانية بعد نهاية الغسيل. نعم، أيضا فضيلة الشيخ نسأل في هذا الأمر في غسيل الكلى، الذين يصومون كيف يتعاملون مع الصيام فضيلة الشيخ؟ لا يصح الصيام مع الغسيل لأنه يدخل معه مواد إلى الجوف ويفطر الصائم. نعم، يعتبر هذا اليوم مفطر. نعم، إذا نأخذ أحمد من الجوف. تفضل يا أحمد. أحمد لو سمحت تقصر التلفزيون شوي، اسمعنا من الهاتف الله يحفظك يا أحمد. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. الله يا أبي أسأل الشيخ يا طويل العمر. تفضل. أنا في عندي وش اسمها في عندي تكرم ويكرم السامعين حمارة ومع طفل لها مع ولدها، سكرنا الباب عليها وثانينا نسينا هذا يوم جينا أنها متوفية الحيوان هذا وبنته، هل أصوم هل أزكي هل يعني وش أعمل أو وكذا؟ إيش السؤال؟ أقول عندنا حيوان حمار إيه؟ هو طفل أو حمار ولد صغير إيه؟ وسكرنا الباب وسافرنا ونسينا الحيوان هذه، يوم نجينا وبعد ما ذكرت جينا لقيت الحمارة وبنتها متوفيات ميتين بالبيت، فهل أصوم هل مثلا أستغفر وش أعمل؟ لا، ما عليك صيام لكن عليك التوبة والاستغفار، لأنه لا يجوز حبس الحيوان مع عدم تأمين العلف له والشراب، لا يجوز هذا. فموت الحمار وموت طفل الحمار أيضا يكون عليكم إثم، عليكم بالاستغفار والتوبة ولا تعودون لمثل هذا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول الشيخ ما صفة التيمم الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأدلة في ذلك؟ نعم، التيمم كما
أمر الله سبحانه وتعالى وكما بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بيديه التراب أو على وجه الأرض الذي عليها غبار، يضرب على وجه الأرض ويمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه ضربة واحدة، يقسمها بين وجهه وكفيه، ولو أنه ضرب ضربة ومسح بها الوجه ومسح وضرب ثانية ومسح الكفين جاز هذا، ولكن الأول أفضل وهو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، نأخذ أبو حسين من أبها، تفضل أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. شيخ الله يجزاك بالخير. في عندي ابنتي حصل بين أبو زوجها بين أبو زوجها بين زوجها وأبوه خلاف معي. طيب. نعم. أيوة. ثم بعد ما حصل الخلاف على الأب أبو زوج بنتي أخذها معه لديرتنا واتصلت علي تقول تعال خذني وجبتها عندي. وش سألت بنتي؟ قالت الرجال هذا أرسل لي رسالة في الجوال بعد ما وصلوا ويقول أنت منتهية، والرجال يبغاها وهي تبغاه، وكان عندها الله يكرمكم دورة. أبغى أشوف الكلام هذا والله يحفظكم. يا أخي راجع المحكمة القريبة منكم واسألوا القاضي. نعم فضيلة الشيخ، الحقيقة في مثل هذه المواضيع الأسرية تدخل بعض الآباء والأمهات الشيخ صالح في شؤون أولادهم، لعل لكم توجيه في ذلك. الواجب الإصلاح، أما التدخل لتفريق بين الزوجين هذا لا يجوز، لكن الواجب الإصلاح بين الزوجين إذا حصل بينهما شيء من سوء التفاهم، فيجب على الوالد أن يتدخل بالإصلاح بينهما ولأم الأمور، هذا هو الواجب. نعم. طيب نأخذ إبراهيم أيضا معنا على الخط، تفضل إبراهيم. إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ السلام. تفضل. حياك الله. لا عندي سؤال يا شيخ. يا شيخ دائما أطيل في دورة المياه أكرمك الله بسبب خروج نقط البول، مع العلم أثابك الله أني أنزعج من الإطالة والناس كذلك، وقد رجعت الطبيب وأعطاني الدواء لكن دون جدوى، ماذا أفعل؟ هل أعذر مثل من به سلس بول؟ يا أخي إذا أخاف أن هذا وسواس عندك، ولكن على كل حال إذا تبولت فإنك تنتظر حتى ينقطع البول نهائيا ثم تستنجي وتتوضأ وتصلي، أما إذا كان هذا من باب الوسواس فإنك ترفض الوسواس وتتركه. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم سماع قراءة القرآن بالنسبة للجنب، رجل أو امرأة شيخ؟ لا يجوز قراءة القرآن للجنب لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. نعم ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في فتاوى على الهواء. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا دخلت مجلسا وسلمت على الحضور مصافحة، هل هذا جائز شرعا؟ نعم جائز شرعا، وإن سلمت على الجميع وجلست فلا بأس، وإن مررت علي مصافحة كل واحد فلا بأس بذلك أيضا. نعم تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام يا شيخ الله يحسن إليك. ارتداد أبو محمد، ابعد شوي عن التلفزيون، اسمعنا من الهاتف لأن في تردد بيننا وبينك. تفضل. أقول عندي الله يرحم والديك عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، هل تجوز الزكاة على زوج الابنة الفقير؟ طيب يجاوب الشيخ. زوج الابنة الفقير، نعم لا بأس بذلك، لا بأس أن تعطي الزوج زوج الابنة، إنما ممنوع أنك تعطي الابنة، أما إذا أعطيت الزوج الفقير فلا بأس. نعم
هذا يسأل عدة أسئلة يا شيخ بالنسبة للجهر بالبسملة بالنسبة للإمام في الصلاة. خلاف السنة الثابت أن 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 عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يذكر أنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن يستحب أن يقولها سرا قبل القراءة، هذا مستحب. نعم. يقول السائل يا شيخ بالنسبة لصلاة النافلة على الراحلة بالنسبة للمقيم، ما يجوز هذا إلا في حالة المطر الغزير، حالة المطر الغزير يصلي على الراحلة الفريضة، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لما انتهوا إلى مضيق والبلة فوق رؤوسهم والماء من تحتهم، فتقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته والصحابة على رحالهم وصلى بهم على الرواحل، هذا في هذه الحالة خاصة في الفريضة. نعم. تفضل يا أبو عبد الله من شرورة. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الشيخ أبغى أستفسر عن الآية اللي تقول الطلاق مرتان، وفي برنامج الشيخ يقول إذا قال الرجل لزوجته أن تطالب طلبة واحدة يقع الطلاق. يا أخي الطلاق مرتان بأن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها، فإن أراد أن يراجعها أثناء العدة فليراجعها، وإذا طلقها الثانية فإن تنضم مع الأولى ويبقى له طلقة واحدة، فإذا طلق الثالثة بانت منه بينونة كبرى. نعم. أحسن الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله أيضا له سؤال بالفاكس أرسله إلينا، يقول ما الأصول الثابتة في طلب العلم؟ معنا الشيخ. طيب سوف نعاود الاتصال بالشيخ صالح بعد قليل، سوف نعاود الاتصال بفضيلة الشيخ صالح الفوزان بعد قليل. انقطع الاتصال بيننا وبينه، وأذكر الإخوة والأخوات بتليفون البرنامج ريثما يتم الاتصال بسماحته حفظه الله ورعاه. تليفون البرنامج 011-8883. والأسئلة التي وردتنا لفضيلة الشيخ كثيرة جدا، سوف نقوم إن شاء الله بعرضها ريثما يتم الاتصال بفضيلته حفظه الله. من الأسئلة التي وردت البرنامج أسئلة عن ما يتعلق بالحاج والمعتمر، أرسل السائل أبو سعيد عن رأي الشيخ في من يقصر للعمرة من بعض الرأس ويترك بقية الرأس، وأيضا هناك سؤال آخر عن رجل أصابه المرض يوم عرفة ولم يبت في منى ولم يرمي الجمار ولم يطف طواف الإفاضة، ماذا يلزمه؟ وأيضا من الأسئلة التي سوف نعرضها بعد قليل إن شاء الله، من بات خارج المزدلفة جهلا بحدودها فماذا يلزمه إذا رجع من حجه؟ وأسئلة أخرى حول أيضا العمرة، إذا خرج المعتمر أو الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم 12 بنية التعجل ولديه عمل في منى سيعود له بعد الغروب، فهل يعتبر متعجلا؟ ما زلنا ننتظر الاتصال معنا يا شيخ صالح. شيخ صالح السلام عليكم. شيخ انقطع الصوت مرة ثانية، تعاودون الاتصال بفضيلة الشيخ؟ ما زلنا مع الشيخ صالح الفوزان، انقطع الاتصال بيننا وبينه. الإخوان في الماستر
يعاودون الاتصال بشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. من الأسئلة التي وردت البرنامج سؤال عن زكاة الدين، هل هي واجبة إذا كان المدين معسرا؟ ونتحدث مع فضيلته عن سؤال حول الانترنت، هل هو مفيد لطالب العلم؟ وأيضا من الأسئلة التي وردت البرنامج مسؤولية إمام المسجد والمؤذن، ما هي المسؤولية المناط بهما؟ نعم، ما زال الاتصال أو انقطع؟ طيب، إذن نكتفي بما وردنا من أسئلة واستفسارات، وقمنا بعرضها على فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. استفدنا الحقيقة من إجابات الشيخ المبنية على الكتاب والسنة، بارك الله فيه وفي علمه ورفع ذكره في الدارين. أشكر الزملاء في مكتبة الشيخ الذين رتبوا هذا اللقاء، كما أشكر زملائي معي في الاستوديو. هذا ما تيسر من هذه الحلقة، نلتقي على خير في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين، هذا مخرج هذه الحلقة معجب الدوسري، يتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.